السلام عليكم حبيبي. هل ممكن تؤدي كلمة للإرث النبوي في إندونيسيا حبيبي؟ وفقهم الله لمرضاته وأجر على أيديهم النفع والفائدة وما يفيد من يستمع وينظر إلى ما يبثونه، ويجعل لذلك حياة في القلوب وفقها في الدين وقربا من رب العالمين وعمارة للعمر القصير واستعدادا للقاء الرب الكبير جل جلاله والرجوع إليه والمصير إليه سبحانه وتعالى. وفقهم الله وشرح صدورهم وبارك في السامعين والمتابعين والمشاهدين وأكرم الجميع بنور الإيمان والتقوى والتعاون على البر والتقوى والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وصلح الله والإندونيسيا والأمة واكشف عنهم الغمة وصلح الشأن كله والحمد لله رب العالمين.